السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله انا جايب لكم فايدة عظيمة جدا جدا جدا، عبارة عن سورة عظيمة مباركة بإذن الله. لو انت قرأتها اليوم الأخير من رجب قبل بداية شعبان، انتظر بإذن الله الرزق والخير والبشارات الكثيرة جدا اللي هتتحقق معاك، والبشارات بإذن الله هتبدأ تحصل في حياتك بداية من شعبان بإذن الله. يعني افعل هذه الفائدة إن شاء الله في رجب، وانتظر بإذن الله البشارات اللي هتحصل معاك إن شاء الله في شعبان. طبعا السورة اللي هكلمكم عليها النهاردة يا جماعة هي سورة عظيمة جدا جدا جدا. هي سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتبشره بالنصر والفتح، وهي سورة نزلت والصحابة كانوا في حالة حزن وكآبة، يعني كانوا حاسين بحالة حزن وكآبة، فنزلت هذه السورة بمثابة تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بمثابة بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. والسورة دي يا جماعة من كتر ما هي عظيمة وليها فضل عظيم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه السورة قال: لقد نزلت علي آية، يعني آية من هذه السورة، لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. يعني شايف الآية اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، نظرا لعظمة هذه السورة وعظمة هذه الآية. والسورة دي إن شاء الله يا جماعة ليها فوائد كثيرة جدا هتعود عليك في حياتك، يعني أنت بإذن الله لو قرأتها في اليوم الأخير من رجب من الممكن أن أنت ترى هذه البشارات أو ترى هذه النتائج في حياتك، وتبدأ زي ما قلت لك البشارة من شعبان. فمن البشارات اللي تحصل لك مثلا الانتصار على مشاكلك والانتصار على أعدائك. السورة دي يا جماعة هي سورة الانتصار، السورة اللي بفضل الله عز وجل إذا قرأتها 3 مرات زي ما قلت لك في اليوم الأخير من رجب ولجأت الله عز وجل بيقين، أولا بإذن الله زي ما قلت لك تصر على كل مشاكلك وأعدائك، مهما كان عندك عدو، عندك مشكلة، عندك أزمة، أي أزمة أو أي مشكلة هتلاقي نفسك منصور عليها، فهيتحقق لك المبدأ بتاع النصر في حياتك بعدها بعد ما تقرأ هذه السورة. كما إن من الفوائد أيضا الخاصة بهذه السورة هي جلب الرزق والخير. يعني أنت لو أنت عايز شهر شعبان يجي عليك وانت مش شاغل بالك بمهمة الرزق، بتلاقي الرزق هو اللي بيجيلك، بتلاقي الخير بيجيلك، بتلاقي الرزق بيجيلك بأنواعه، لأن الرزق مش مال بس، الرزق قد يكون رزق في المال، قد يكون رزق في الراحة النفسية، قد يكون رزق في الحصول على الأولاد الإنجاب مثلا، فالرزق بيبقى على حسب احتياجك. فبالتالي لو انت عايز مبدأ الرزق يتوسع عندك فتلاقي شهر شعبان بفضل الله عز وجل أتى عليك، وتلاقي نفسك بإذن الله مش شاغل بالك خالص بمهمة الرزق، وتلاقي الرزق الله عز وجل بيرزقه إياك وصب عليك من الله صبا صبا، فافعل هذه الفائدة وانتظر البشرى بإذن الله. وأنا بقولها لكم يا جماعة، السورة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي سورة بجد بتصنع المعجزات وبتحقق المستحيل، ومن ثمرتها أيضا قضاء الحوائج، بس قضاء الحوائج الصعبة. يعني لو انت عندك حاجة صعبة او امنية صعبة او هدف انت شايف وحاطط في ذهنك ان انت مش هتقدر توصل الهدف ده، او الهدف ده بالنسبة لك صعب انك توصل له، فاقرأ هذه السورة وشوف انت الصعب اللي انت ممكن توصل له ده هتوصل له بسهولة ازاي. يا جماعة الله عز وجل على كل شيء قدير، وانت لو لجأت لله ولجأت لله بيقين هتقدر تحقق كل ما تتمنى. ايه هي السورة يا عبد الله، وطبق الفايدة ازاي في اليوم الاخير من رجب؟ هبدأ ان شاء الله يا حبايب قلبي في ذكر اسم السورة وتعملوها ازاي في اليوم الاخير من رجب. بس قبل ما ابدا في شرح التفاصيل وذكر التفاصيل، اولا اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وشارك الفيديو عشان الفايده تعم. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. طبعا السوره اللي هنتكلم عليها النهارده يا حبايب قلبي هي سوره الفتح. سوره الفتح من السور العظيمه جدا، وهي سوره مدنيه بالاتفاق، وهي نزلت بعد صلح الحديبيه عام 6 هجريا، وعدد آياتها 29 آية، وترتيبها في المصحف 48. وهي نزلت هذه السورة والصحابة كانوا في حالة حزن وكآبة، فنزلت زي ما قلت لكم يا جماعة بمثابة تبشير. عشان كده بعض العارفين كان يقول لك ايه، كان يقول لك اكتر وقت او افضل الاوقات اللي تقرأ فيها هذه السورة هي في الوقت اللي انت تحس فيه بالحزن والكآبة، تحس فيه ان الدنيا جاية عليك، تحس فيه ان انت مش هتقدر تحقق اهدافك بمفردك، ففي الوقت ده تقرأ فيها هذه السورة. لكن زي ما قلت لك قراءة هذه السورة بتفيد إفادات كثيرة أخرى، زي جلب الرزق، زي قضاء الحوائج، زي تيسير الأمور، زي ما قلت لك أكثر فوائدها برضو الانتصار على المشاكل والانتصار على الأعداء. يعني لو أنت عندك مشكلة أو عندك هدف أكبر من إمكانياتك فهتستطيع أن أنت تنتصر عليها، وأنت بإذن الله وبفضل الله عز وجل ستدرك من بعض من هذه البشارات في شعبان. يعني أنت ادخل شعبان هتحس أن أنت دخلت، أن أنت صافي الذهن، نفسيتك كأنك اتغسلت من جوه كده، هتحس ان انت داخل شخص جديد بيتحقق معك امور ما حصلتش معك او قليل ما بتتحقق معك قبل كده.
طيب الفائدة دي يا عبد الله أطبقها في اليوم الأخير من رجب إمتى؟ يعني هل يشترط يا عبد الله فعل هذا الورد وقراءة هذه السورة بهذه الطريقة وقت معين من الأوقات؟ هقول لك لا يشترط في فعل هذه الفائدة أو في فعل هذا الورد وقت معين من الأوقات، يعني أنت هتيجي في اليوم الأخير من رجب وتعملها في أي وقت، أي وقت من الأوقات اختار. أهم حاجة، ودي أنا بقولها كتير يا جماعة سامحوني انا بقولها كتير لان هي مهمه جدا، ان انت ما تقعد تطبق الفايده وتعمل الفايده ان انت تبقى قاعد زي ما قلت لك قبل كده، تبقى قاعد في مكان فيه هدوء، بحيث ان انا عايز من اول خطوه لحد اخر خطوه تطبقها بالترتيب وتطبقها بالتفصيل وما بيبقاش فيه منهم فاصل. يعني ما تعملش اول خطوه وتقوم تعمل حاجه وترجع تعمل تاني خطوه، لا، الافضل عشان الفايده بفضل الله عز وجل تنجح 100% وترى البشارات دي في بدايه شعبان وفي حياتك كلها عموما، ان انت تطبق خطوات الفايده بالترتيب وما يكونش بينهم فاصل. كل اللي بطلبه منك ان انت تجلس وزي ما قلت لك يبقى المكان فيه هدوء وبتبقى فارد سجاده الصلاه، وطبعا لازم تبقى طاهر الثوب وطاهر البدن وطبعا تبقى متوضي. والقراءه للسوره دي انصحك ان انت تقراها من المصحف، يعني تمسك المصحف وتقرا هذه السوره وتفتح على سوره الفتح، واول خطوه تعملها وانت فارد سجاده الصلاه زي ما قلت لك في اي وقت من الاوقات لا يشترط وقت معين، وانت فارد سجادة الصلاة تقوم بإذن الله عز وجل بقراءة سورة الفتح، بتقرأ سورة الفتح 3 مرات كاملة، يبقى دي الخطوة الأولى في الفايدة، وهي ان انت بتقرأ سورة الفتح 3 مرات كاملة. بعد ما بتقرأ سورة الفتح 3 مرات كاملة بنيجي للخطوة الثانية في الفايدة، وهو ان انت بتقول يا فتاح، اسم الله عز وجل الفتاح، بتقول يا فتاح 187 مرة. طيب حد هيجي يقول لي هل العدد يا عبد الله إلزامي؟ يعني هل مثلا لو غلطت وقلت يا فتاح 184 مرة الفايدة مش هتنجح؟ هقول لك الفايدة بإذن الله هتنجح والعدد ليس إلزامي، تمام؟ يبقى إذن دي الخطوة الثانية وهي يا فتاح 187 مرة. بعد كده إن شاء الله يا حبايب قلبي بنيجي للخطوة الثالثة في الفايدة، والخطوة الثالثة دي بإذن الله هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح 21 مرة، يبقى دي الخطوة الثالثة في الفايدة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح 21 مرة. طيب حد هيجي يقول لي ايه هي صيغة صلاة الفاتح؟ صيغة صلاة الفاتح هي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ده دي الصيغة اللي انت هتصلي بيها على النبي صلى الله عليه وسلم 21 مرة. بعد كده يا حبايب قلبي بنيجي لاخر خطوه في الفايده باذن الله، وهي الخطوه اللي احنا هنختم بيها الفايده خالص، وهي ان انت هتقول الدعاء العظيم ده مره واحده بس. طيب ايه الدعاء يا عبد الله اللي انا هقوله مره واحده بس؟ والدعاء ده يا جماعه عظيم جدا، مذهل، معجزه، ليه اسرار كثيره جدا. والدعاء اللي انت هتقوله باذن الله مره واحده بس هو يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض، اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني يا الله. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. ده الدعاء بإذن الله اللي انت هتقوله مرة واحدة بس. طبعا خطوات الفايدة يا حبايب قلبي من أول خطوة لحد آخر خطوة أنا كاتبها لك في صندوق الوصف، يعني لو بصيت في صندوق الوصف تحت هتلاقيني كاتب لك خطوات الفايدة بالكامل من الخطوة الأولى لحد الخطوة الأخيرة. فبس كده يا حبايب قلبي يكون الفيديو خلص، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.